إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العام. إذا شوارع المدينة فارغة والمواطنين دخلوا المنازل ديال الساعة تشير إلى تمام الثانية جوج ديال الليل، لا طير يطير ولا إنسان يسير، شوارع المدينة خاوية من المواطنين والناس دخلوا الديور ديالهم ودخلوا المنازل ديالهم، دخلوا يتخبعوا ودخلوا يحتفلوا بالبناني بطبيعة الحال. كريم تحياتي لك خويا، الله يكبر بيك، مرحبا بك. هاد الشوارع ديال مدينة العريش، الناس كلشي دخل الدار ديالو، ما بقى حتى شي واحد كيدور، كلشي في المنازل ديالهم، حتى شي واحد ما بقى الشارع كيدور. تحياتي خويا كريم، مرحبا بك. اذا كما كتشاهدوا متبع قناه شوف تي في، سنه 2024 فهي دخلت بطبيعه الحال، مرحبا بها. نتمنى ان تكون سنه مليئه بالافراح والمسرات، مليئه بالانجازات، مليئه بالتفوق بطبيعه الحال بالجميع، سنه الاطمئنين، سنه الراحه، سنة الأفراح، نتمناو كذلك. إذا هذه الأجواء متبي الأوفياء متبي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة العرائش، كما كتشاهدوا شوارع المدينة فهي شبه فارغة من المواطنين. المواطنين دخلوا المنازل ديالهم، يعني كل شيء كلشي دخل بحالو للدار ديالو، كلشي دخل للمنازل ديالهم، ما بقى حتى شي واحد. لا طير يطير ولا إنسان يسير، شوارع المدينة فهي فارغة من المواطنين، كاين غير رجال الأمن اللي برافو ليهم، باقين لحد الآن باقين كاين جولات ليلية عبر الشوارع وأزقات مدينة العريش، كاين جولات تمشيطية بالأحياء والشوارع، كذلك باقين رجال الأمن ديال السيركلاسيون بطبيعة الحال. كما قلت الشوارع تقريبا شبه فارغة من المواطنين والناس دخلت المنازل ديالهم. كاين دوريات بجل الأحياء ديال المدينة، الأزقة والأحياء الشعبية بطبيعة الحال ديال رجال الأمن اللي متفرقين في مختلف الأحياء والأزقة ديال مدينة العريش، يعني كلشي خارج، كلشي خدام. وكما كتشاهدوا في الشوارع فهي شي فارغة من المواطنين والناس كاملة دخلت المنازل ديالها، نعسو، أكيد أن الناس كاملة نعست، تلقى الناس قليلة اللي باقا فايقة في هاد الساعة، تلات الساعة هادي.